الحمد لله. ابراهيم. نعم. كيف الشغل؟ ابراهيم موظف اداري بالجامعه، اي جامعه؟ جامعه الازهر. جامعه الازهر. طمني عنك، الشغل ماشي؟ تمام الحمد لله. العائله بخير؟ حلو. كلكم بخير؟ الحمد لله. راضي عن الاحوال في مصر؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، المهم انك تكون راضي. الحمد لله. طيب، مش هنحكي بالسياسه ابراهيم. ماشي. ابراهيم اجى لسبب، لانه ابراهيم في خلاف بينه وبين بنته، وفي فراق صار عمره تقريبا شي سنة. راح بحكي لكم الحكاية، وهي انه عنده بنت اسمها ناهد، كان عمره 24 سنة، تقدم لنا شخص عمره 57 سنة. هي عمره 24 سنة، الشخص اللي تقدم لها عمره 57 سنة. انت عمرك كم ابراهيم؟ 53. اكبر منك؟ ايوه اكبر منه لابراهيم. هلا عمره 53، من سنتين كان عمره 52، كان هذاك عمره 57. المهم انه طبعا ناهد بنت عروسه ولطيفه وحلوه وجميله، مش عارفه، مش عايزه تتجوز، رفضت. عاندت ابوها، ابوها يعني ضل يحاول معاها الى ان تقريبا، مش هقول غصبها، بس يعني اقنعها انه تتزوج الرجل الستيني، 57 يعني هلا صار عمره 60. تزوجت ناهد، ولكن ما مضي عليهم 7 ايام حتى طلقها. ايوه مزبوط مزبوط. ليش طلقها؟ ناهد هو كان مخيتها، اتجوزها كويس وخدها وراح اسكندريه قعد اسبوع. وبعد ما قعد اسبوع في اسكندريه جابها ولحد البيت وسابها وقام ماشي من نهارها. واحنا مختلفين مع بنتي. نعم. كل ما يجي لها حد عشان تتجوز رفضاه. نعم. بقالي سنه. نعم. بتحايل عليها. في ناس بتجي لها وهي ما بترضاش. شو عندك اولاد ابراهيم؟ انا عندي 2 اخواتها بنات متجوزين ومخلفين، 2، كل عيله جايبه ولد وبنت. يعني ولا مجموع 3 بنات؟ هم 4. 4 بنات. وفيه بنت اصغر منها في ثالثه اعدادي. نعم. وبيجي لها خطوبه حاليا. نعم. فطبعا مش هقدر اتجوز اللي في ثالثه اعدادي قبل دي. فانا زعلان منها لانها ما بتجي، ما مش راضيه بحد خالص. بتحكي معاها؟ بتحكي معاك هي؟ لا. ولا يعني في قطيعه؟ ما بتكلمنيش. وانا بقى سايبها وقاعد في الجامعه، بروح عشان كل شهر كل 20 يوم اشوف العيال الثانيه وارجع. وهي ما بتشوفهاش؟ وهي ما بتكلمنيش. ما بتكلمك؟ لا. طب انت مش حاسس شوي بذنب؟ طبعا حاسس بذنب. طب مش حاسس انك ظلمتها للبنت؟ ظلمتها طبعا. بنت زي الزنبقه 24 سنه، زوجتها لواحد 57 سنه، ما رضيش طلقها بعد 7 ايام. انا ظلمتها، وانا متكفل بالذنب بتاعها برضه. بس هي بالاراده بتاعتها برضه، يعني هي بالاراده بتاعتها، يعني هي اتجوزتها بالاراده بتاعتها برضه. طب كيف قبلت انت تزوجها لواحد عمره 57 سنه؟ اكبر منك. ماشي. هيقول لك يا عمي هو اكبر منك. انا قلت لها هو كبير في السن ما ينفعكيش. قالت هو ده اللي هتجوزه. هي قالت هتزوجه. مش انه انت غصبتها يعني؟ لا لا ما غصبتهاش. لا انت غصبتها. لا يا الا انا غصبتها. لا انا ما غصبتهاش بصراحه. انا العيله عندي بتتجوز بايه؟ بالاراده بتاعتها. انت ديمقراطي في البيت. نعم. ديمقراطي انت في البيت. يا كل عيله تتجوز بالاراده بتاعتها، تمشي مع بتاخد اللي بتحبه. الله ينور عليك. صح كده يا سيدي. ليك بشكرك على المبادرة انك جيت حتى تسترجع بنتك من خلال هالبرنامج، حساعدك. بس خلينا نشوف بالاول، لانه وجهنا الدعوة الى بنتك وناهد، ومشوف اذا كان وافقت انها تشرفنا على الاستوديو. ان شاء الله تكون وافقت. طلع بالشاشة. عشان نسلم دعوة الحضور لناهد إبراهيم.
اهلا بناهد. اهلا اهلا ناهد، تفضل يا عيني. اهلا وسهلا، كيفك ناهد؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. خبريني شو عم تعملي؟ مش عم تشتغلي؟ ها لا دلوقتي ما بشتغلش. مش عم تشتغلي؟ شو درستي انت؟ دبلوم زراعه. عاملي زراعة؟ ممتاز. بس ما مارستي الشغل بعد؟ لا مارست كتير. تزوجتي؟ ايوه. هلا مزوجة؟ لا مطلقة. مطلقة. كيف علاقتك مع الاهل؟ اخواتك؟ لا اخواتي كويسين. حلوين؟ الحمد لله. الماما عايشة؟ اكيد موجودة. وعلاقتك جيدة معها؟ كويسة الحمد لله. كويسة. والبابا؟ مش قوي يعني. مش قوي مع البابا ليه؟ ايه؟ ليش؟ السبب؟ سبب مشاكل طبعا الجواز وكده. وعلاقته ايه بالزواج ابوك؟ طبعا عايز يتجوز بنته بس في خلافات بس عشان لا كده. عندك فكرة ليش استضفناكي بهالبرنامج؟ لا بصراحة ابدا. متزعلة مع حد؟ راضية مع حد؟ حد حابب يعبر لك عن عاطفته؟ عن يعني بتشكي بحد مثلا؟ لا لا ابدا. لا لذلك انا بشكرك مره تانية انك قبلتي الدعوه وجيتي على الاستوديو، بس لانه الدعوه من قبلي انا. الله يخليك. انما انا مش صاحب الدعوه المباشر، انا كنت وسيط. انا بعثت لك الجواب عشان تجي لانه في شخص اخر هو دعاكي وطلب انه يقابلك في الاستوديو. هذا الاستوديو اسمه المسامح كريم. مسامح كريم. طب مين؟ طيب مين؟ مين بتعرفي مين؟ اكيد هو جالس ورا الشاشه دي. طلعي بالشاشه فوق. بتعرفي الشاب ده؟ ده ابويا. والله؟ هو اللي قلتي مختلفي معاه مش عارف ومن الوضع مش كتير كويس معاه؟ شوي شوي. قديش إلك تقريبا زعلاني منه وما بتحكي معه؟ يعني سنة؟ يعني مختلفي بعد الجواز على طول. خبريني عن قصة الزواج، أنا ما عجبتني الحكاية هيدي، خبريني عنها. إنه وصلت لي الرواية إنه هو غصبك تتزوجي رجل عمره 57 سنة، أكبر منه على فكرة، أبوك عمره 53 سنة، هداك كان عمره 57 سنة. مظبوط هو جبرك؟ لا هو يعني قال لي هو وإن شفته وافقت عليه. طبعًا بناءً بقى على الكلام اللي بيتقال طبعا البنت عايزه تتجوز وبيجي لها عرسان ومش موافقه. نعم. فهو كان مناسب بالنسبه لابويا ان هو ده اللي مش هيخليك محتاجه لحد. مرتاح ماديا؟ وعنده عمل وعنده شغل وعنده بس بعد كده بقى قعدت معاه فتره قليله. قال 7 ايام؟ وطلقك ليه؟ يعني بقى مشاكل خاصه بوه، يعني خاصه بوه هو. مش مشكله فيه هو؟ طيب زعلتي من ابوك ليه؟ عشان مش عايزه اتجوز تاني بس. لا بس انت زعلتي لانه تزوجتي من الاولاني ده 57 سنه. وزعلتي لانه صارت الحكايه هيك وطلقك بعد 7 ايام وجرحتي وحسيتي حالك انه يعني المفروض انه كده كفايه بقى. يعني انا شفت حياتي مره خلاص. مش عايزه اعيدها. انت عمرك الان 24 سنه، يعني تزوجتي كان عمرك 23؟ 22. 22 كان عمرك؟ طيب الوالد بعت لك رسالة. اقرا لك اياها. بعت رسالة؟ بيقول لك البابا: ابنتي الحبيبة ناهد، حقعد جنبك. عشان نقرا سوا. أنا أعرف أنك لا تريدين أن تسمعي مني أي مبرر لإجباري لك على الزواج من رجل في سن والدك. وأعرف أنني تسببت لك بأذى معنوي كبير وجرح لن يندمل بسهولة. وأعرف أنك مررت بتجربة صعبة كلفتك الكثير، لكنني لم أبعك كما تظنين يا ناهد. ما بعك.
أنا فقط كنت أخاف عليك وأريد لك حياة كريمة مع شخص لديه من الأموال ما يسعدك. شوفي كل أب يمكن بفكر بمصلحة بنته بمستقبل بنته براحته. هو فاكر إنه صح بس مش صح. ما هو كان غلطان شايف؟ بس هو مش عارفه الرجل كان بيعرفه؟ لا ما يعرفش ولا نعرف. غلطتي يا ابنتي أنني تسرعت وظننت أن الأموال هي كل شيء، وهذه الغلطة دفعت ثمنها بخسارة، دفعت أنا ثمنها بخسارة لك وبكل ما تعانيه بسببي. شو قلتي؟ والخسارة كبيرة. لقد دعوتك إلى هذا البرنامج لكي أقول لك كم أنا أحبك وكم أنا تعيس بسبب بعدك عني. أعترف لك أنني أخطأت، ولكن ليس عن سوء نية، بل كنت أعتقد أنها مصلحتك وراحتك. سامحيني يا حبيبتي وكفاك جفاء وبعدا، فأنا سأظل أباك الذي يحبك، وأنت ستظلين ابنتي الغالية مدى العمر. المسامح كريم يا حبيبتي ودمتي. ايه رايك؟ هو مهما كان ابويا مهما كان ابوك اكيد يعني عندك نفس المحبه له ولا؟ اكيد هو ابويا برضه. اكيد يعني مفيش حد بيكره هو. بس ليش مقاطعتيه ما بتحكي معه كنت وبيجي على البيت ولا مجفتي ولا بتحكي؟ عادي يعني انا اصلا مش في البيت، في البيت كله كده مش لوحده، بس ممكن اتكلم مع والدتي، ممكن اقول انا خارجه انا جايه، واخويا برضو، بس بصراحه مش بحب اقول ان انا خارجه انا جايه. بحب ابعد عنه عشان ما يشخطش عليا. تتجنبيه يعني؟ شو السبب انك تتجنبيه؟ بيضغط عليكي بامور؟ وبيسقط كتير. شو اخبار ابراهيم؟ نعم. احكي لها كلمتين حلوين للبنت لانه ما بتكرهكش وانت ابوها، وبتقول لك انت زي أو انت ابوي دائما يعني، بس احكي لها شيء غير الرساله. تفضل. هي بنت طبعا، ما انا وانا بكرهاش اصلا. انا علي صوتك. انا بكرهاش، ده هي بنتي، انا بكرهاش خالص، بس هي اللي متجنبه عني. وانا بحبها، ده بنتي. هو حد بيكره ولده؟ هي بقالها سنه مخصمه، بس هي حاسه انك جايب لها واحد عمره 77 سنه المره. بوافقتها برضه، هي الموافقه. ما فهمش عليه. هتزوجها بعد واحد اكبر منها بكتير بالسن ده؟ هي بارادتها. بارادتها. سامع يا ناهد؟ يا ريت يكون بإرادتي بعد كده. فإذا ضغط عليك هو؟ لا، قول له بقى، قول له ما يضغطش عليا بعد كده تاني. طيب احكي، قولي له. واجهي، طلعي فيه، قولي له اللي عايزه تقولي له اياه. قول لك سيبني اتجوز براحتي المجال، ولو ما اتجوزتش خالص، ايه الحكاية؟ الناس كده كده بتتكلم. ما هو قال انه تزوجي براحتك، هو ما بيتدخلش. وانا بيجي لي عرسان بس انا مش موافقه حاليا دلوقتي. انا بيجي لي عرسان بس انا مش موافقه. هو بقى يعني عايز يجوزني ثاني. ليش عاوز؟ ليش مستعجل عليها البنت عم ابراهيم؟ ليه؟ في واحده بعدها عاوزه تتجوز. بس لانه في واحده، ما تنطر الواحده كمان. ليش عمرها الواحده الثانيه؟ اصغر منها. طيب واصغر منها وماله؟ يعني خايف تعنس في البيت؟ عاوز افرح بها هي الكبيره، ولا اخت اصغر منها متجوزه ومخلفه. ناهد هي البكر؟ لا الثانيه. ناهد هي الاولى. هي في واحده، في واحده قبلها. في واحده قبلها متزوجتها، متجوزه ومخلفه معاها اثنين، واللي بعد منها متجوزه ومعاها اثنين. ايوه. ودي الوسطانيه. دي الوسطانيه ناهد. ايه. وفي واحدة في الثالثة إعدادي. في واحدة في الثالثة إعدادي. طيب الثالثة إعدادي يا سيدي عمرها كم؟ 14 سنة. بدك تزوجها عمرها 14 سنة ولك يا زلمة؟ لا، احنا عندنا الفلاحين بيتجوزوا من 16 سنة 17 سنة. يا أخي أنت تعبان فيها البنت في البيت؟ أنا مش تعبان. وليه مستعجل كده؟ مش عايزة تتزوج. إزاي بقى مش عايزة يعني تقعد كده؟ تقعد كده؟ تقعد وماله، مش بنتك؟ ماشي يا بنتي، بس يعني عاوز افرح بيها زي ما فرحت. والثانيه الاعدادي، ثالثه اعدادي 14 سنه، يعني عاوز افرح بيها زي ما فرحت. عاوز تزوجها قاصره يعني؟
شو يا نهر؟ بس ده بيجي لها ارسال رخر. عم بحكي مزبوط ولا لا؟ دافع عنك مزبوط؟ لا هي دي فعلا الحقيقة. هي الحقيقة هي؟ طيب يعني الصغيرة بيجي لها ارسال، انت لسه قاعدة يعني الصغيرة اللي أصغر منك بكم سنة؟ 14 سنة بيجيها عرسان. طيب اسمح لنا كمان شوي يعني رؤية على برواء، يعني تتزوج 14 سنة وتتطلق بنت 17 يعني رؤ، يعني خليها تكون ناضجة وهي تعرف تختار. صرنا بالعصر 21، هم كلهم بيختاروا، أنا بغصبش على حد. أها طيب كل واحدة بتختار. ما تغصبش، فإذا ما تغصبش على ناهد ما تغصبش على أخت ناهد. سيبك من الموضوع بقى، أنت حبهم أعطيهم عاطفة وخلاص. وأنا بكرههمش والله، بحبهم كلهم. طيب طيب أنتوا بقى شايف أنه ما فيش خلاف قوي، بس هي ممكن لذلك ناهد يعني طلعي فيه قولي له يا بابا أنت بقى أنت بابتي وانا مش زعلانه منك. لا انا مش زعلانه منك، هو المسامح كريم وانا مسامحك. وقومي تسلمي عليه يلا، بس قولي خليه يفتح الستار لازم تحكي. يفتح اقول له افتح. قولي له انا مسامحه وانا مش زعلانه. انا مسامحك ومش زعلانه منك، بس مش عايزك برضه تغصب عليا بجوازتين. سمعت برهم؟ سمعت. شو قلت لك؟ ماشي. ها؟ سمعت. وموافق؟ موافق. طيب انتبه، ها نحن حنتابعك. ماشي يلا قولي له مسامح كريم. مسامح كريم. شكرا شكرا شكرا. انتوا مثل، انتوا عايزكم مثل لكل اباء وبنات هذا العالم العربي. البنت لازم يكون عندها حرية قرارها، الاهل بيهدوها بيساعدوها بينصحوها الى الخير، بس بالنهاية هي اللي بتقرر، ده حق المرأة. انتوا معي ولا لا؟ معي. يلا إذا ما حكينا هيك فإذا بيقولوا مش عم بدافع عن حقوق المرأة، أنا بدافع عن حقوق المرأة وحضل دافع عن حقوق المرأة. يعني مش بس بالنقطة هذه، بكتير من القضايا اللي بتعلق بالمرأة وبحقوقها في هذا المجتمع العربي. على كل حال نحن نلتقي إن شاء الله بقصة تانية مع المسامح كريم. طيب زعلتي من أبوك ليه؟ عشان مش عايزة أتجوز تاني. بس لا، بس انت زعلتي لانه تزوجتي من الاولاني ده 57 سنة. وزعلتي لانه صارت الحكاية هيك وطلقك بعد 7 ايام وجرحتي وحسيتي حالك انه يعني المفروض انه كده كفاية بقى. يعني انا شفت حياتي مرة خلاص. مش عايزة اتحكي. انت عمرك الان 24 سنة، يعني تزوجتي كان عمرك 23؟ 22 كان عمرك. طيب الوالد بعت لك رسالة، اقرا لك اياها. بعت رسالة؟ بيقول لك البابا: ابنتي الحبيبة ناهد، حقعد جنبك عشان نقرا سوا. أنا أعرف أنك لا تريدين أن تسمعي مني أي مبرر لإجباري لك على الزواج من رجل في سن والدك، وأعرف أنني تسببت لك بأذى معنوي كبير وجرح لن يندمل بسهولة، وأعرف أنك مررت بتجربة صعبة كلفتك الكثير، لكنني لم أبعك كما تظنين يا ناهد، ما أبعك، أنا فقط كنت أخاف عليك وأريد لك حياة كريمة مع شخص لديه من الأموال ما يسعدك.
شوفي كل أب ممكن بيفكر بمصلحة بنته بمستقبل بنته براحة هو بنته. فاكر إنه صح بس مش صح ما هو كان غلطان شايف بس هو مش عارفه الرجل كان بيعرفه لا نعرفش ولا نعرف غلطتي يا ابنتي أنني تسرعت وظننت أن الأموال هي كل شيء وهذه الغلطة دفعت أنا ثمنها بخسارتي لك وبكل ما تعانيه بسببي شو قلتي؟ والخسارة كبيرة لقد دعوتك إلى هذا البرنامج لكي أقول لك كم أنا أحبك وكم أنا تعيس بسبب بعدك عني أعترف لك أنني أخطأت ولكن ليس عن سوء نية بل كنت أعتقد أنها مصلحتك وراحتك سامحيني يا حبيبتي وكفاك جفاء وبعدا فأنا سأظل أباك الذي يحبك وأنت ستظلين ابنتي الغالية مدى العمر المسامح كريم يا حبيبتي ودمتي ايه رايك هو مهما كان ابويا مهما كان ابوك اكيد يعني عندك نفس المحبه له ولا اكيد هو ابويا برضه اكيد مفيش حد بيكره ابويا بس ايش مقاطعتيه ما بتحكي معه كنت وبيجي على البيت ولا بتمجفتي ولا بتحكي عادي يعني انا اصلا مش في البيت كله كده مش لوحده بس ممكن اتكلم مع والدتي ممكن اقول انا خارجه انا جايه واخويا برضو بس بصراحه مش بحب اقول ان انا خارجه انا جايه بحب ابعد عنه عشان ما يشخطش عليا بس تتجنبيه يعني شو السبب انك تتجنبيه بيضغط عليكي بامور ويسقط كتير شو أخ إبراهيم؟ نعم احكي لها كلمتين حلوين للبنت لأنه ما بتكرهكش وأنت أبوها وبتقلك أنت زي أو أنت أبوي دايما يعني بس احكي لها شيء غير الرسالة تفضل هي بنت طبعا أنا وأنا بكرهاش أصلا علي صوتك أنا بكرهاش ده هي بنتي أنا بكرهاش خالص بس هي اللي متجنبه عني وانا بحبها ده بنتي هو حد بيكره ولده هي بقى لها سنه مخصمه بس هي حاسه انك جايب لها واحد عمره 77 سنه المره بوفيتها برضه هي الموافقه ما فهمش عليه هتزوجها بعد واحد اكبر منها بكتير بالسن ده هي بارادتها بارادتها سامع يا ناهد يا ريت يكون بإرادتي بعد كده فإذا ضغط عليك يا أبو لا قل له بقى قل له ما يضغطش عليا بعد كده تاني طيب احكي قولي له واجهي طلعي فيه قولي له اللي عايزة تقولي له إياه قل لك سيبنا اتجوز براحتي المجرد ولو ما اتجوزتش خالص إيه الحكاية الناس كده كده بتتكلم هو قال انه تزوجي براحتك هو ما بيتدخلش وانا بيجي لي عرسان بس انا مش موافقه حاليا دلوقتي انا بيجي لي عرسان بس انا مش موافقه هو بقى يعني عايز يجوزني ثاني ليش عاوز ليش مستعجل عليها البنت عم ابراهيم ليه وفي واحده بعدها عاوزه تتجوز بس لانه في واحده ما تنطر الواحده كمان ليش عمرها الواحده الثانيه اصغر منها طيب واصغر منها وماله خايف تعنس في البيت؟ عاوز افرح بيها هي الكبيره. ولا اخت اصغر منها متجوزه ومخلفه. نهد هي البكر؟ لا الثانيه. نهد هي هي في غيرها. في واحده قبلها. في واحده قبلها. متجوزتها. متجوزه ومخلفه معاها اثنين. واللي بعد منها متجوزه ومعاها اثنين. ايوه. ودي الوسطانيه. دي الوسطانيه. نهد. ايه. وفي واحده في الثالثه اعدادي. في واحدة في ثالثة إعدادي. طيب الثالثة إعدادي يا سيدي عمرها كم؟ الحمد لله. إبراهيم. نعم. كيف الشغل؟ إبراهيم موظف إداري بالجامعة، أي جامعة؟ جامعة الأزهر. جامعة الأزهر. طمني عنك، الشغل ماشي؟ تمام الحمد لله. العائلة بخير؟ حلو. كلكم بخير؟ الحمد لله. راضي عن الأحوال في مصر؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، المهم إنك تكون راضي. الحمد لله. طيب، مش هنحكي بالسياسة إبراهيم. ماشي. إبراهيم إجا لسبب، لأنه إبراهيم في خلاف بينه وبين بنته وفي فراق صار عمره تقريبا شي سنة راح بحكي لكم الحكاية وهي انه عنده بنت اسمها ناهد
كان عمره 24 سنة. تقدم لنا شخص عمره 57 سنة. هي عمره 24 سنة، الشخص اللي تقدم لها عمره 57 سنة. انت عمرك كم ابراهيم؟ 53. اكبر منك؟ ايوه اكبر منه لابراهيم. هلا عمره 53، من سنتين كان عمره 52، كان هذاك عمره 57. المهم انه طبعا ناهد بنت عروسه ولطيفه وحلوه وجميله، مش عارفه، مش عايزه تتجوز، رفضت. عاندت ابوها، ابوها يعني ضل يحاول معاها الى ان تقريبا مش هقول غصبها، بس يعني اقنعها انه تتزوج الرجل الستيني. 57 يعني هلا صار عمره 60. تزوجت ناهد، ولكن ما مضي عليهم 7 ايام حتى طلقها. ايوه مزبوط مزبوط. ليش طلقها؟ ناهد هو كان مخيتها وجوزها كويس، وخدها وراح اسكندريه قعد اسبوع. وبعد ما قعد اسبوع في اسكندريه جابها ولحد البيت وسابها وقام مشي من نهارها. واحنا مختلفين مع بنتي. نعم. كل ما يجي لها حد عشان تتجوز رفضها. نعم. بقالي سنه. نعم. بتحايل عليها. في ناس بيجي لها وهي ما بترضاش. شو عندك اولاد يا ابراهيم؟ انا عندي 2 اخواتها بنات متجوزين ومخلفين، 2 كل عيله جايبه ولد وبنت. يعني مجموع 3 بنات؟ هم 4. 4 بنات. وفيه بنت اصغر منها في ثالثه اعدادي. نعم. وبيجي لها خطوبه حاليا. نعم. فطبعا مش هقدر اتجوز اللي في ثالثه اعدادي قبل دي. فانا زعلان منها لانها ما بتجي، ما مش راضيه بحد خالص. بتحكي معاها؟ بتحكي معاك هي؟ لا. ولا يعني في قطيعه؟ ما بتكلمنيش. وانا بقى سايبها وقاعد في الجامعه، بروح عشان كل شهر كل 20 يوم اشوف العيال التانيه وارجع. وهي ما بتشوفهاش؟ وهي ما بتكلمنيش. ما بتكلمك؟ لا. طب انت مش حاسس شوي بذنب؟ طبعا حاسس بذنب. طب مش حاسس انك ظلمتها للبنت؟ ظلمتها طبعا. بنت زي الزنبقه 24 سنه، زوجتها لواحد 57 سنه ومرضيش ظلقها بعد 7 ايام. انا ظلمتها، وانا متكفل بالذنب بتاعها برضه. بس هي بالاراده بتاعتها برضه، يعني هي بالاراده بتاعتها، يعني هي اتجوزتها بالاراده بتاعتها برضه. طب كيف قبلت انت تزوجها لواحد عمره 57 سنه؟ اكبر منك. ماشي. هيقول لك يا عمي هو اكبر منك. انا قلت لها هو كبير في السن ما ينفعكيش. قالت هو ده اللي هتجوزه. هي قالت هتزوجه. مش انه انت غصبتها يعني؟ لا لا ما غصبتهاش. لا انت غصبتها. لا يا الا انا غصبتها. لا انا ما غصبتهاش بصراحه. انا العيلة عندي بتتجوز بالاراده بتاعتها. انت ديمقراطي في البيت. نعم. ديمقراطي انت في البيت. يا كل عيله تتجوز بالاراده بتاعتها، تمشي مع بتاخد اللي بتحبه. الله ينور عليك. صح كده يا سيدي. ليك بشكرك على المبادره انك جيت حتى تسترجع بنتك من خلال هالبرنامج، حساعدك. بس خلينا نشوف بالاول، لانه وجهنا الدعوه الى بنتك وناهد، ونشوف اذا كان وافقت انها تشرفنا على الاستوديو. ان شاء الله تكون وافقت. مش عارف بقى. طلع بهالشاشة. اهلا جورج، النهارده رايحين المنوفيه، يعني تقريبا كده على بعد ساعتين من القاهره، عشان نسلم دعوه الحضور لناهد ابراهيم.
اهلا بناهد. اهلا اهلا ناهد، تفضلي يا عيني. اهلا وسهلا، كيفك ناهد؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. خبريني شو عم تعملي؟ مش عم تشتغلي؟ ها؟ لا دلوقتي ما بشتغلش. مش عم تشتغلي، شو درستي انت؟ دبلوم زراعه. عاملي زراعة؟ ممتاز. بس ما مارستي الشغل بعد؟ لا مارست كتير. تزوجتي؟ ايوه. هلا مزوجة؟ لا مطلقة. مطلقة. كيف علاقتك مع الاهل؟ اخواتك؟ لا اخواتي كويسين. حلوين؟ الحمد لله. الماما عايشة؟ اكيد موجودة. وعلاقتك جيدة معها؟ كويسة الحمد لله. كويسة. والبابا؟ مش قوي يعني. مش قوي مع البابا ليه؟ ايه؟ ليش؟ السبب؟ سبب مشاكل طبعا الجواز وكده. وعلاقته ايه بالزواج ابوك؟ طبعا عايز يتجوز بنته بس في خلافات بس عشان لا كده. عندك فكره ليش استضفناكي بهالبرنامج؟ لا بصراحه ابدا. متزعله مع حد؟ راضيه مع حد؟ حد حابب يعبر لك عن عاطفته؟ عن يعني بتشكي بحد مثلا؟ لا لا ابدا لا. لذلك انا بشكرك مره تانية انك قبلتي الدعوه وجيتي على الاستوديو، بس لانه الدعوه من قبلي انا. الله يخليك. انما انا مش صاحب الدعوه المباشر، انا كنت وسيط، انا بعثت لك الجواب عشان تجي، لانه في شخص اخر هو دعاكي وطلب انه يقابلك في الاستوديو. هذا الاستوديو اسمه المسامح كريم. مسامح كريم. طب مين؟ طيب مين؟ مين بتعرفي مين؟ اكيد هو جالس ورا الشاشه دي. طلعي بالشاشه فوق. بتعرفي الشاب ده؟ ده ابويا. والله؟ هو اللي قلتي مختلفه معاه مش عارف ومن الوضع مش كتير كويس معاه؟ شوي شوي. قديش قديش الك تقريبا زعلانه منه ما بتحكي معه؟ يعني سنه؟ يعني مختلفه بعد الجواز على طول. خبريني عن قصه الزواج، انا ما عجبتني الحكايه هيدي، خبريني عنها. انه وصلت لي الروايه انه هو غصبك تتزوجي رجل عمره 57 سنه، اكبر منه على فكره، ابوك عمره 53 سنه، هذاك كان عمره 57 سنه. مظبوط هو جبرك؟ لا هو يعني قال لي، هو وان شفته وافقت عليه طبعا بناء بقى على الكلام اللي بيتقال و طبعا البنت عايزه تتجوز وبيجي لها عرسان ومش موافقه. نعم مش إيه. نعم. فهو كان مناسب بالنسبه لابويا ان هو ده اللي مش هيخليكي محتاجه لحد. مرتاح ماديا؟ وعنده عمل وعنده شغل وعنده بس بعد كده بقى قعدت معاه فتره قليله. قال 7 ايام؟ وطلقك ليه؟ يعني بقى مشاكل خاصه به، يعني خاصه به هو. مش مشكله فيه هو؟